السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم مش نعطيه معلومات مهمة برشا فيما يخص تصليح الدراجات النارية بصفة عامة. عنا السيلندر هذايا معناه فيه مشكلة، كما تشوفوا السيلندر مجرحة بكلها، هذي تكولت في وسطها البيستون، الردوبانة ما ركبوهاش هكايا. مشكلة أخرى معناها سيلندر ألومنيوم هذايا ما جيهاش ليزاج، مش كيما سيلندر الحديد يجيها ليزاج. هذايا معناها تو بعد نقولكم شنو نعملوا له. شوف البيستون تاعها، بيستون معناها هذايا تكولت وصبلها زيت مولاها وكمل يخدم بها. كيما تشوفوا هاكا بيستون معناها قاعدة مجرحة، تولي ضايع في البريسيون، الموتير ضعيفه طلعش في الصاد، التيراج نتاعها ضعيف. به سيلندر ديش نعملوا لها قبل ما نقيس لها بيستون، قبل ما نخولها بيستون جديد لازمنا معناها ضريبه بالكاغت لحرش هكا الجروح وذوكم نقتلوهم. اذا كان معناها مول الموتور ما في حالوش باش ياخذ كعبه جديده، على الاقل معناها نستوي وكل الجروح نتاع السيلندر بالكاغت لحرش كي من هكا نحيو كل علاش باش ما تعاودش تتكولك العادة. حاجة أخرى، بلاست جوان شوميز كي تبدأ مضروبة، لهني عنا بلاست جوان كيما تشوفوا هذيا مدقرمة معناها الغفاصة ضاربين عليها بالتورنيفيس، جوان لاصق نحاوه بالتورنيفيس معناها ضربلي بلاست شوميز. في الحالة هذيا نولي نحطلها البات جوان، كي تبدأ معناها بلاست جوان لبس عليها نجم نركب الجوان ديريكت من غير بات جوان. كي تبدا معناها بلاصه الجوان كيما نكايه معناها في ضربات مضروبه شويه، لازمنا شويه بات جوان باش يسكر لنا الضربات هذيك باش ما تضيعش البريسيون. فهمت؟ خاطر تضيع لي البريسيون من هنا تولي مشكله. باهي، اللي ما عملش لايك يعمل لايك، مانيش فاهم علاش ما تحبوش تعملوا لايك للفيديو، خلينا نوصلوا 10000 لايك. وكانك ماكش مشترك ولا اول مره تفرج فينا، ابوني للشين يوتيوب، فعل جرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. وبالنسبة اللي حاب يتواصل معنا برشا كتبولي في الكومنتيرات معناها كيفاش نتواصلوا معاك. اليوم تاع الفيسبوك واليوم تاع الانستغرام تلقاوهم في الديسكريبسيون في الوصف. باهي، مشكلة أخرى كيما نلقاوش الجوان تاع الموتير، مثلا عندنا سكوتيرات البيجو، هذا سيلندر نتاع سكوتير بيجو، جوانات نتاعهم فيهم برشا انواع، ساعات تاخو جوان وما يركبلكش على السيلندر، مش كيما لونسيان كيما النوفو فيهم برشا انواع. تو الجوان هذاك تشوفو معناها تقول نتاعها ويركب، ولكن كيف نثبتو بالقدا معناها نلقاو فما اختلاف. عندنا البلاصه هذيا كيما تشوفو مربعه لهنا في السيلندر، وعندنا البلاصه لهنا في الجوان معناها نص دايره ماهيش مربع. شنو الاشكال هذيا؟ والحاجه تسكر لنا على الهواء كما تشوفوا لهنا كي تركب، كي ركبوها معناها كما تشوفوا شطر النقبه تتسكر. كل القايل معناها نجموا نقصوا فيه الجوان بالمقص، معناها نردوه قد الوحده بالضبط. ولكن الاهم من هذا الكل، شوفوا معناها لهنا الكوينات يبقاو رهاف على الاخر، يعني ما يخدمنيش جوان كيما باش نقص فيه. معناها كيما تشوفوا هاكا التراس تاع البات جوان كيفاش الكوينات يبقاو رهاف على ذاك الجوان هذا ما يخدمنيش. عندنا ماركه اخرى هذايا كيف نتاع بيجو، جوان نتاع بيجو، سكوتير بيجو، كيما تشوفوا الوحده نتاعو مربعه هايكا، معناها حتى بلايس الجوجونات مش كيف فيهم برشا انواع الجوانات هذوما. ساعات ما نلقاوش الجوان اللي حاشتنا به، به في صورة ما لوجنا ما لقيناش الجوان تاعها. في الحالة هذيا شنو نجمو نعمل؟ في الحالة هذيا نعملو لايك قوي للفيديو، خلينا نوصلو 10000 لايك، وناخذو بابي تاع جوان ولا حتى ملف اللي يقراو بيه تلامذة يبدا الكاليتي نتاعو باهية، ونتراسيه والجوان على السيلندر بالطريقة هذيا. ناخذو مفتاح معناها ولا حاجة نضربو عليه بالشكل هذا باش ياخد الفورمة نتاع السيلندر. نطبقو الطريقة معناها كيما تراو في الفيديو بالضبط،
نبداو البارتي هذايا ندخلوها، من بعديك نعمل البارتي اللي مقابلتها بنفس الطريقه. ماذا بينا وقت اللي نبداو نخدمو معناه الجوان ما يتحركش، باهي تويكا نتراسيو الفورمة متاع الشبابك متاع سيلندر هذوما بنفس الطريقة. باهي بالنسبة للبلاصة الجوجونات كيفاش نتراسيوهم، ناخذو بيسة هذي بيسة متاع امبراياج سونتروا، نحطوها معناها في بلاصة الجوجون وننزلو عليها معناها ضربتين. الطريقة هذي معناها تجي النقبة مستوية عبارة دوريجيك كيما تشوفو هاكا مستوية جوها باهي. ومن بعديك الأربع نقب الأخرين متاع الجوجونات نعملوهم بنفس الطريقة. باهي هذا الجوان تاعنا كيما تشوفوا عباره دوريجين. بالنسبه من برا معناه نحففوا فيها شويه كهو، مش بالضروره تبدا طابعه قد الجوان دوريجين باش ما يرهفناش الجوان، ينجم يتقطع معناها. وبعديك بعد ما نركب وكل شيء نجم معناها ننقص فيه بورت لام من برا معناها ما يقلقش. بالنسبه لتوا معناها نخليوه زايد شويه من برا باش ما يرهفناش الجوان. باهي هذا هو الفيديو، فيديونا اليوم سيء. كان عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، خلنا نوصلوا 10000 لايك. واللي ما هوش مشترك يشترك، خلنا نوصلوا 10000 ابوني زيد. باهي بالنسبة لطريقة تركيب البيستون وكل شيء معناها ادخل اكتب في الريشيرش المعلم للصيانة يطلع لك معناها ليستة متاع فيديوهات وشيخ روحك. ما فماش موضوع في الميكانيك ما تحدثناش عليه، معناها ادخل فيديوهاتنا القدم وتفرج وشيخ روحك. فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد. الى اللقاء، كان معكم سي المعلم للصيانة.